السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنتعلم ازاي نعمل الميداليه الحلوه دي. يلا بينا نبدا. دي الحاجات اللي استخدمتها، الصلصال الالوان دي والادوات دي، ودي كده قطعه سلك انا تنيتها عشان تبقى بالشكل ده. دلوقتي انا استخدمت اللون الكحلي ده وبشكله عشان اعمل بيه الجسم والرجلين. هدخل السلك ده بقى في الجسم عشان يطلع من الجزء اللي فوق خالص، وهسيب الجزء اللي هو السميك اللي انا شكلته تحت، يبقى جزء منه داخل في الجسم وجزء منه هيتركب في الرجلين. نظبط بقى الرجلين ونقطعهم وما يكونوش طوال قوي عشان ما يبقى شكل العروسة غريب. مهم قوي النسب. يعني دلوقتي انا بحط صلصال سائل علشان خاطر اتأكد ان القطع لازقة كويس في بعضها. هناخد قطعة صلصال لونها أبيض ونبططها شوية كده ونعمل بيها الجزمة بتاعت العروسة، وما ننساش طبعا نستخدم صلصال سائل عشان نلزقهم وما تفكش مننا بعد السوى. هنفرد بقى قطعة صلصال أبيض، مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي، يعني نص نص. يعني أنا باخد العروسة نفسها عشان أعرف أنا محتاجة البلطو يبقى طوله قد إيه، فبحطها بس كده عشان خاطر أعرف أنا عايزة أقطع فين بالظبط، وبعد كده بقطعها. ونبدأ بقى نشكل البلطو بإيدينا بس بالراحة خالص. هنعمل بقى الكم والإيد بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الرجلين.
انا بعد ما خلصت الجسم هدخله بقى الفرن يستوي على السفنجه زي ما انتوا شايفين كده. انا قلبت العروسه غرستها جوه السفنجه بحيث ان الصلصال ما يلمسش السفنجه، وحطيتها في الفرن لمده ربع ساعه تمسك نفسها. بس طلعتها بقى بعد كده عشان خاطر اكمل الشكل، ودي كده اللي هي الدوائر المعدن دي انا شكلتها عشان تدي الشكل ده، وخدت قطعه صلصال لونها اسود، هي دي هتكون سماعات الدكتور، وهحطها حوالين رقبتها. ما ننساش طبعا نلزق القطعة دي بصلصال سائل على الجسم علشان خاطر مش هيلزقوا بعض في بعض من غير صلصال سائل خالص، لأن ده صلصال مستوي وصلصال مش مستوي. نيجي بقى نعمل الراس، هنشكل كورة من لون الجلد ونركبها في الجزء اللي فوق، وبعدين نحط العينين. دي عروسة بسيطة خالص فأنا مش عاملة فيها تفاصيل كتير في العينين بتاعتها، بس نقطة سودة قصدي كورة سودة، وبعد كده نحط لونين أبيض بس كده دول انعكاس النور. خدت بقى أداة السيليكون دي وغرستها عشان نعمل بيها شكل البق. البنوتة اللي كانت طالبة الميدالية دي طالباها كانت يبقى لون شعرها أحمر اللي هو الأورنج شوية كده ده، فطبعا لازم الحواجب تبقى نفس اللون. خطين رفيعين خالص ونحطهم، هما دول هيبقى شكل الحواجب، وده هيبقى لون الشعر. أنا فردته بالمنظر ده، وبعدين خدت الأداة دي بس عشان خاطر أعمل خطوط. طبعا كان ممكن نعمل الكلام ده بالبول تول أو بالنيدل تول، بس انا دي بتسهل عليا يعني فبستخدمها وخلاص. نعمل بقى يعني قطعات كده في الشعر من تحت عشان تديه شكل طبيعي اكتر. هنركبها يعني بقى على راس العروسه بالراحه خالص عشان ما بوظ شكل الراس، لان الراس مش مستويه، فايه بالراحه خالص واحنا بنركبها. طبعا يا جماعه انا ما قلتش، بس يعني اكيد انتوا عارفين لازم واحنا بنركب الراس في الجسم المستوي لازم نحط صلصال سائل، حتى لو احنا غرزينها في قطعه اللي هي السلك دي، برضو احنا لازم نعمل كده عشان نتاكد انها مش هتفك مننا بعد التسويه. بس هنحط الشعر ده كده ونقعد نظبط بايدينا، وبعدين هنكمل بقية الشعر من قدام.
نعمل بقى كام خصلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا بشتغل على ورقة زبدة يا جماعة عشان اللي مش عارف. هنعمل كده تأثير الشعر وبعدين نلفها عشان نعمل شكل الشعر الكيرلي شوية، ونحط القصة على شعرها وبس. ده شكلها النهائي، عروسة بسيطة جدا وسهلة جدا. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي أسئلة او اي حاجة عايزين تقولوها لي ما تنسوش تقولها لي في الكومنتات تحت، انا بحاول ارد على قد ما اقدر. وكمان هحط لكم اللينكات بتاعتي بتاعت الجروبس، الجروب قصدي، والبيج والانستغرام اكاونت. وبس كده، ميرسي، باي باي.